يا صباح الخير على وي او مساء الخير على حسب تشوف الفيلم الجامد ده. طبعا على وي قبل اي حاجه كده صلوا على النبي الاول عليه افضل الصلاه والسلام، وبعد كده على وي طبعا لو لسه ما صليتوش لحد دلوقتي طبعا سيبوا الفيديو وروحوا صلوا عشان دي اهم حاجه في الدنيا ان انت تصلي طبعا اوكي. والنهارده طبعا الفكره بتاعتنا جامده جدا عشان يا علوية هنخفي دماغنا في بروك هيفن. ازاي ابو علي هتخفي دماغك؟ شوفوا الفيديو كويس عشان تعرفوا الطريقه. وطبعا يا علوية بقى يومنا بصوا جميل والشمس طالعه يا سلام، ولما بتكونوا متفائلين كده باليوم بتحسوا انه في تفاؤل يا علوية، فاهمين؟ وادي ابو علي التلاجه فين؟ اوه تلاجه؟ وات؟ يا نهار الزبادي تلاجه، هو تقريبا داخل لي حرامي بحصان. اوه ماي جاد، ثانيه ايه ده؟ انت مين يا ابني؟ يا ابني ابقى دوقت التلاجه، فين التلاجه؟ التلاجه؟ هو انت الكهربائي ولا انت الحرامي التلاجات؟ ايوه دلوقتي حركه ابن خالتي. ايوه ماشي كده التلاجه تحت. هو ايه اللي التلاجه تحت؟ انت مالك انت التلاجه تحت؟ انت جاي تصلح لي الفليزر، انت واد بس واد سرقه. بص التلاجه ما فيهاش اكل، خلاص كلت الاكل كله. انا عمي كنت كلت الاكل كله كده من غير ما تجيب لي حته. يا ابني مش انا اللي كلته، انت اللي كلت الاكل كله امبارح. صح يا ابني، انت مالك برضه ماشي التلاجه بتاعتي فاضيه. اعمل ايه بقى دلوقتي؟ هو ايه اللي تعمل ايه؟ انت خلصت تلاجتي، خلصت تلاجتك، وخلصت تلاجة الجد الشلبي، زعبولة ساب لك بروك هيفن ومشي اصلا بسبب ان انت خلصت تلاجته برضه. ايه ده مين زعبولة ده؟ انت نسيت زعبولة؟ زعبولة بس غاب لمدة اسبوع نسيته؟ يا نهار زبادي. علوية طبعا لو زعبولة وحشكم انزلوا اكتبوا لي في الكومنتات، اوكي علوية. هو ايه الصوت اللي يا ابني انت بطل سرقة بقى يا ابني. اعمل لك ماشي بقى جعان بقول لك. يا ابني استنى بس بطل سرقة. طبعا علوية لو زعبولة وحشكم انزلوا اكتبوا لي في الكومنتات يا ابو علي احنا عايزين نرجع زعبولة، وانا دار له مفاجأة جامدة جدا. طبعا زعبولة زعل على علوية عشان الحساب بتاعه اتقفل كلكم عارفين، وكان صارف وجايب سكن وحاجات كتير فحسابه اتقفل وكل الروبوكس اللي معاه ضاع. فانتوا لو عايزين فعلا زعبولة يرجع قولوا لي وانا هحضر له مفاجأة جامدة جدا. ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات عشان لو كده نحضر له المفاجأة بكرة على علوية ماشي. ودي حركات الفرقة. انت يا ابني برضه بتسرق في يا ابني، انت مفيش دماغ خالص يا ابني. ماشي جعان ولا ايه؟ طب بص حركات، مش انت جعان ومعكش فلوس؟ ايوه بالظبط كده. تعالى بص دلوقتي هنلعب انا وانت لعبة، اللي يعملها لو عملتها صح حركات هدي لك 1000 روبوكس وتقدر تشتري كل حاجه ماشي. ايه ده بجد ولا انت بقيت ماشي 1000 روبوكس وانا مش هنجح في اللعبه؟ لا يا حبيبي، نلعب اللعبه الاول. واللعبه دي حركات هي عباره عن ان انت تخفي راسك. ازاي تخفي راسك دي وما تبقاش موجوده بقى في بروك هيفن؟ كده خفيت يا انت بص فين المقشه بقى عشان ايوه صلي على النبي، عشان الواد ده خلاص نرفزني بجد. فين المقشه؟ المقشه يا ابني ليه بتدور مقشه؟ في تراب ولا ايه؟ ايوه في شويه تراب. بص يا جعان دماغي الثانيه بعد كده ايوه امسك. انا عمال كده ماشي بتنامني. لازم تستاهل كده الضرب فرخ. انت كده خفيت دماغك يا ابني. هو يا ابني ولا مش خفيتها؟ انت مش شايف دماغي دلوقتي يا ابني؟ انت كده يا رب صبرني. معايا اغبى واحد في العالم. عالم؟ لا ده اغبى واحد في الكوكب كله. ايه ده الكوكب ده؟ الكوكب ده بص البيت اللي احنا فيه. تعالى واد غبي تعالى دلوقتي على علوية. بص بعد ما حركات الغبي خفى دماغه بالطريقه دي. لا مش دي اللي انا قصدي عليها، احنا على علوية عايزين نخفي دماغنا بالكامل ما يكونش باين منها اي حاجه اوكي. يلا بينا حركات. طب ماشي بقى كده حوا. هو ايه اللي كده؟ انت عامل ايه؟ يا ابني انت حاطط لي علبه الوان على دماغك يا ابني. يا ابني احنا داخلين نرسم. خفيت يا ماشي كلها. الله يبص ثانيه على علوية، انا جات لي فكره احسن من دي بكتير اوكي يا ابو علي. الفكره اللي جات لك هوريكم دلوقتي ما تستعجلوش. مش هو عمال يلبس لي حاجات غريبه كده ومش عاوز يفهم والشغل ده بقى. هو راح فين؟ ايوه بس يا علوية هو كده، انا خلص الكلام على طول. حركات اقف في مكانك. حركات ليه بقى؟ تديني بروبوكس. ايوه بص هدي لك بروبوكس ودلوقتي حركات امسك. ايوه كده. ايه ده؟ ايه الكذب يعني؟ انت المفروض تتنطر لورا بتتنطر لقدام. ما هو انت بقى ماشي صح كده اهو. يلا واد تعالى تعالى واد، انت غبي حتى في التمثيل غبي. تعالى تعالى خلينا على علوية دلوقتي نمشي بقى عشان اوريكم ازاي تقدروا تعملوا الخدعه اوكي. طبعا يا علوية قبل ما نعمل الخدعه بتاعتنا زي ما حركات حركات انت وات يا نهار زبادي. السما بتنزل العربية. او ماي جاد العربية طارت. انت فرخ. استنى يا ابني احسن العربية تقع عليا. مش انا وعلي مش خدعة يا ابني خدعة. استنى بس حركات زي ما الوقت حركات علوية ركب كده الحصان. احنا كمان علوية هنجيب حصان عشان اوريكم خدعة جامدة جدا بالحصان اوكي. تعالى حركات الفرخة خلينا نركب الحصان بس الاول علوية. طبعا عايزين نغير الحصان بتاعنا. خليه الشكل ده اللي هو شبه الحمار الوحشي عارفينه كده شبه الحمار الوحشي. لا مش ده ابو علي، كان في شكل تاني جامد. اني واحد والله يا علوية نسيت الشكل بس اعتقد ان ده شكله حلو برضو اللي انا عامله اوكي. لا نخلي ده احسن واحد ده ماشي. تعالى حركات تعالى
بص على الواد دلوقتي قبل ما نخفي دماغنا هوريكم حركه كده. تعالى حركات الفرخه، هنطلع هنا عشان اوريكم حركه جامده جدا في الكاميرا دي. الكاميرا دي طبعا احنا عايزين نحركها من مكانها، مفيش حل ان هي تتحرك من مكانها خالص صح، لكن واحنا راكبين الحصان كده نقدر نتحكم فيها. تعالى حركات، بص دلوقتي حركات، انا هغير الكاميرا دي وحركها من هنا. ماشي يا ابني، مش دي كاميرا التلفزيون؟ ايوه دي كاميرا التلفزيون، هنحركها بقى. ايه ده انت مكان التلفزيون هيبوظ؟ وانت مالك انت امال التلفزيون يبوظ؟ تعالى بس كده هغيرها دلوقتي على بس ركزوا معايا. ايهون بتتغير والله، وسع حركه، زقها ايهون. هي تتزق على الواد، تتزق، قربت وقع، قربت وقع. اوكي لو وقعت يبقى كده خلاص نجحنا ووقعنا. وسع يا حركات يا نوب، انت اللي موقفها. وسع يا ابني، ما تقعدش. اوكي يا ابني مش بحاول اوقع والله. ايوه اسرع. اوكي تركز على الواد. بص شوف، هتقع والله هتقع، بس نركز كده ونزق. اوكي اهي طلعت من الخط، طلعت. زق حركات اسرع. اوكي الو، شايفين الكاميرا اهي وقعناها. ليتس جو، تعالى حركتها. وات وقعنا ازاي؟ انا مالي كده، انت بتشوف ماشي ولا ايه؟ بص يا ابني اسكت، انت مدخلها الجيم، انت مدخل التلفزيون يلعب في الجيم يا ابني. انا مش هشتري مشيحته حوا. صحتني انت مالك ومال صحه التلفزيون. اوكي الو، هي الو حركتها اللي في الحصان في الجو. وات نطب عليه. الو ايه يا نهار زبالي، الو ايه، طب نزل اي حاجه وعلي، طب طير اي بيت. خلينا نروح هناك تاني. اوكي وقعت تحت. بص على الواد دلوقتي هنحاول ان احنا نطلعها، بصوا بره المحل. اوكي بره السينما، طلع واد حركات معايا، ساعدني. وانا مالي مش انا جوا. زقوا بره، خلينا نطلعها. اوكي وسع بقى، وسع يا ابني، لا ما تدخلش هنا. اوكي طلع. قولي قولي على الهوية. بص يب خلاص مقربة تطلع. بص على الهوية دلوقتي الكاميرا اهي، كاميرا التلفزيون بقت بره الاستوديو، يعني احنا دلوقتي اصلا مستعدين نعمل بقى اي حاجة. بص بقى على الهوية، استنى حركات عشان نشوف دلوقتي الكاميرا شغالة ولا لا. بص على الهوية هنيجي هنا. انت يا ابني استنى يا ابني، وانا مالي بموز التلفزيون. بص التلفزيون، انت خربت التلفزيون. وات الو ايوه وقفت اهي، استنى حركات، استنى بقى. بص على الهوية دلوقتي انا ممكن اجي هنا كده واحنا بنصور فيلم. بص على الهوية كده بنصور فيلم في مدينة بروك هيفن. يلا حركات تعالى قدام يلا عشان تمثل في الفيلم. انا بص معايا الكاميرا. محركين الكاميرا على الهوية بتاعت التلفزيون، جايبينها في المدينة بره. ايوه كده حركات، يلا عشان نكمل الفيلم بتاعنا. نط نطتين زي ما انتوا شايفين على الهوية. لو عايزين تعرفوا ازاي احنا عملنا كده شوفوا الفيديو وانتوا تعرفوا كل حاجة، عشان كمان تعرفوا ازاي هقدر اخفي راسي. اوكي زي ما انتوا شايفين دلوقتي الكاميرا بتتحرك اهي، وكده نكون نجحنا في ان احنا نحرك الكاميرا. والحصان بتاعي هناك هو اللي ساعدني، قاعد بيبص على العربيه بتاعت حركات الفرخه اللي كل شويه وقعت. دلوقتي على بقى هنشيل الحصان. في حركه جامده جدا معموله هنا في السينما، بس بصراحه انا ما جربتهاش ولا مره. تعالى حركات كده، تعالى حركات. حركات الفرخه جربها مره. ايوه بالبتاعه دي، يلا حركات نزلها كده زي ما قلت لي. وانا مالي تهوى يا بشوع. طب انا جاي وراك، يلا بينا ليتس جو. دلوقتي على بقى ندخل مكان السينما. اوكي عشان نشوف حركات، بيقول لي ان هو هيطهرني تحت الماب. تحت الماب ازاي بقى؟ هنشوف. انا ماشي وراك. ايه ده انت مدخلنا السينما يا ابني؟ اول بش تهوى كده هوى. طب انا جاي وراك. اوكي ايه ده؟ رايح فين يا ابني؟ يا ابني في حته مش اللي وجدت تحت يدي والله. وات؟ تحت الارض؟ الو الواد ده كداب، الواد اختفى. استنى الواد حركات ده كداب، انت واد فرخه، الواد ازاي نزل تحت الارض؟ اوكي الو انت يا ابني ازاي الواد نزل تحت الارض يا علوي؟ والله مش عارف. اوكي خلينا نحاول تاني. يا ابني بس انت حاول تلاقي نفسك نزلت تحت ايه؟ انزل ايه بس؟ انت جيت تاني؟ اوكي علوي ثانيه. خلينا نيجي كده. يا ابني بص مش نافع يا ابني، الجليتش ده خربان تقريبا. يا ابني بص انت مش عارف تعملها. هو ايه اللي مش عارف اعملها؟ ثانيه. طيب خلينا هنا كده. اوكي بص حركات اهو، فين بقى مش شغاله اهو، عمال اخبط مش شغاله. اوكي ايه ده الحلو، بص نزلت تحت الارض. ايه ده وات يا نهار زبالي، قولي مولي انا مت، انتوا متخيلين؟ اوكي يلا احنا عمالين نحاول ان احنا نعمل الجليتش ده. بصوا بقى انا اختفيت من تحت الارض من هنا، بس هو الفكره بتاعت الجليتش ان احنا بنخبط في الحته دي بتطلعنا بره الماب اصلا. اوكي هي طبعا بتحصل وحصلت مع حركات الفرخه ولسه حاصله قدامنا دلوقتي كلنا، بس الفكره مش عايزه تحصل معايا دلوقتي، فانا عاوزكم تحاولوا تعملوها عشان هي شغاله والله الحركه دي شغاله، ان انتوا تخبطوا كده في الحيطه تلاقوا نفسكم طلعتوا بره الماب. اوكي فدلوقتي هنروح للحركه اللي بعدها. تعالى حركات الفرخه بسرعه
خلينا نطلع. بص على الحصان بتاعه، حصان حركات. احسن حاجه ان في التحديث الجديد بقينا بننزل اكتر من حاجه، يعني ممكن ننزل كمان يعني ايه موتوسيكل عادي جدا مع الحاجات اللي احنا منزلينها دي. بصوا مش بتختفي. اوكي تحديث جامد. بسرعه بسرعه يلا بينا حركات. تعالى اوكي حركات منزل الموتوسيكل الاخضر. في حركه جامده كمان يعني ايه بالموتوسيكل. تعالى كده حركات هنعملها هنا، مش الحركه اللي انتوا عارفينها، مش اللي بتاعه الظهر. لا لا بص على الحركه دي، هنيجي هنا كده جنب المكان ده وهنعمل ايه. بص على دلوقتي بقى هنشيل الموتوسيكل. بصوا شوفوا الحركه دي. بص على ايه، او ماي جاد لولا قعدت على الكرسي. استنى حركات، استنى حركات عماله. بص حركات شكلها عامل ازاي. وانا مالي مش معايا مسدس بس مختفي. مسدس بس مختفي، انت ماسك نمله في ايدك. اوكي على الحركه ان احنا بننزل الموتوسيكل، بعد كده بنركب وبندخل المحل ده اهو. اوكي ندخل كده، وبعد كده على بنيجي هنا كده بنعمل ايه، وبعد كده بنطلع بالموتوسيكل. اوكي بنخفيه كده ونبقى عاملين الحركه اللي انت شايفينها دي. تعال حركات، تعال بص بص او ماي جاد علويا. ايه ده احنا ماسكين نمله ولا ايه؟ وانا حركات احنا مش شبكين ايدينا كده ليه؟ يا ابني مش ايدي مربوطه. ايدك مربوطه؟ فكها، حاول تفكها كده. اوكي علويا دي حركه جامده برضه، تقدروا تجربوها. ودارك بيبقى متني بالشكل ده. وانا مالي ماشي 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 مضحكه. ماشي مضحكه؟ اوكي اوكي سوري الحق علويا المشي. بص المشي مضحكه ازاي. ضهري متني. بص عامل ازاي. ماشي يا جامده وربنا. ايه ده بص علويا دوري متني ازاي. اوكي اوكي تخيلوا ان في واحد بيمشي كده. ايه ده ثانيه. بص حركات كمان شكله حلو في المشي بتاعته. استنى وضع حركات. بص بص خلينا نبص على الحركات. امشي قدامي يا ابني امشي. ايوه بص علويا. ماشي زي البطه. اوكي بعد ما عملنا الحركه دي دلوقتي حركات جينا للتحدي بتاعنا، ازاي تخفي دماغك في بروك هيفن. ماشي حركات، انت هيكون معاك دقيقتين او 3 دقايق، وانا معايا دقيقتين او 3 دقايق عشان انت تخفي دماغك وانا اخفي دماغي. ماشي حركات. طيب يلا بص بقى مش انت ابوك دلوقتي مش هخفي دماغي. طب طيب اطلع بص على المتصفح واعمل اللي انت عايزه. وادي حركات اللي هينجح في ايه ده؟ انت عملت ايه يا ابني؟ انا مالي؟ انا كسبت يلا مش هخفي بالبوكس. الف بالبوكس ايه بس؟ يا ابني اخفي دماغك، مش تلبس كيس في دماغك، اخفيها حركات. يعني بص لازم تخفي الراس دي ماشي؟ انا اخفيها ازاي يعني بقى؟ يعني جرب بقى اعمل اي حاجه. علويا انا في فكره في دماغي لو نفعت هتبقى جامده جدا. بص دلوقتي احنا ممكن نلبس شعر البنات. هتقول لي ايه ده ابو علي شعر بنات؟ ثانيه ثانيه بس علويا نجرب تجربه يعني. شعر بنت كده لون اسود، وهنيجي كده علويا عند الاكواد. اوكي هديكم الكود على طول بتاع القبعه دي. بص علويا هنكتب 5 2 3 1 2 2 3 6 7 1 ونعمل كده علويا. اوكي دلوقتي بصوا انا دماغي اختفت، بس دلوقتي ابو علي انت شعرك شعر بنات. اوكي اوكي هفهمكم حاجه دلوقتي، هنشيل اللي احنا لبسناه ده. بصوا هنرجع الشعر بتاعنا زي ما كان. انا بفهمكم بس ايه اللي بيحصل لما احنا بنلبس البتاعه دي. هنرجع الشعر زي ما كان واوريكم دلوقتي ايه اللي حصل. اوكي ده شعري صح اللي هو كان في البدايه معايا. دلوقتي على ايه هنعمل الكود تاني. 5 2 3 1 2 2 3 6 7 1 اهو يا علويا. دلوقتي لبسنا البتاعه دي، خفت لنا دماغنا بس الشعر موجود. اوكي فاحنا دلوقتي محتاجين نغير السكن بتاعنا عشان ينفع فيه الحركه دي ماشي. دلوقتي مثلا نعمل ايه، هنشيل القبعه دي. اوكي وهنعمل سكن علوية بنات، لان سكن البنات بيبقى رفيع شويه فالدماغ هتختفي فيه. انت يا كوبايه شاي يا ابني ايه اللي انت عامله ده يا ابني؟ انت عامل فنجان قهوه. ايوه مش بايرك تشرب قهوه. لا لا مش عاوز اشرب قهوه. ايه ده انت حاطط ايه في الفنجان يا ابني؟ انت دماغك غبيه كده اللي مش فاهم. بس دلوقتي على الاقل نغير السكن. عملت سكن البنت اللي هو ده. اوكي ده سكن البيزك عادي جدا، كلكم معاكم السكن ده عادي. هنعمل ايه؟ بصوا بقى هنلبس الدماغ دي اللي هو الكود. طبعا هنيجي نحط الكود بتاعنا هنا كده عادي جدا. حطينا الكود، شوفوا دماغنا كلها بقت لونها اسود. بعد كده علويه هنشيل الشعر. اوكي هنحط اي شعر تاني، ركزوا معايا اهو. بحط اي شعر، حط ابو علي، يب شلنا الشعر كده دماغنا بقت لونها اسود. هنيجي دلوقتي هنلبس القبعه، هنكتب 5 2 3 1 2 2 3 6 7 1 بوم لبسنا كده. ركزوا معايا علويه دلوقتي وشوفوا دماغي ما بقتش موجوده اصلا. بس الفكره بقى ان احنا لما نشيل القبعه دي شوفوا ايه اللي هيحصل. شوفوا علويه خلينا دلوقتي علويه نشيلها بسرعه. نيجي هنا كده نشيل يا ابو علي دي، بعد كده علويه ثواني نشيل دي. بوم دماغ اختفي. وادي حركات دماغي مختفيه بشكل كامل. الحق لا 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 انا حبيك هو دماغي وقعت فيه. دماغي دلوقتي حركات. بص لو لبست دلوقتي شعر نلبس شعر عادي علويه كده خلاص نلبس شعر عادي. احنا دماغنا مختفيه. اوكي البس ابو علي. يب دماغي مختفيه في اللعبه
وانا بشعر عادي جدا زي ما انتوا شايفين عليه دلوقتي. قدرت ان انا اخفي دماغي في لعبه روبلوكس بروك كيفن. اوكي اهي مختفيه بشكل كامل وعادي جدا. نلبس لبس الشرطه. في لبس الشرطه بسرعه دلوقتي. نلبس لبس الشرطه ده يا علوي عشان احنا الشرطي او الشرطيه اللي من غير دماغ عشان نخوف بيها اي حرامي. ماشي حركات. ايه ده قصدك ايه؟ انت تمسكني ولا ايه؟ بالظبط كده فرخه يا علوي. بصوا دماغي مختفيه ودي تكون الحركه الوحيده اللي انتوا تقدروا تخفوا بيها دماغكم. على فكره في حركه تانية بس للاسف هتكلفكم 18000 روبوكس عشان تقدروا تخفوا دماغكم في اللعبه. انتوا متخيلين لازم تشتروا ايه؟ هوريكم دلوقتي. اه على ايه بالظبط؟ انا لبست لبس لبست الجسم اللي هو بتاع البنت ده عشان اقدر اعمل الخدعه. فهنيجي هنا هنكتب كده كور بلوكس. اوكي تقريبا اسمه كده يعني. اهو يا علوية بعد ما كتبنا ده هيظهر لنا الشخصية دي. الشخصية دي انتم متخيلين عشان نقدر نخفي جسمنا في بروك هيفن او في المبات التانية لازم نبقى شارين الشخصية دي بكام؟ ب 18000 ب 17000 روبوكس. غالية جدا عشان تخفي نفسك تجيب الشخصية دي عشان تلبس بس منها حاجات معينة تخفي لك دماغك. وكده يا علوية نكون خفينا دماغنا في اللعبة. حركات الفرخة انت كده خسرت في التحدي. قصدك ايه؟ مش هتديني برضه 1000 روبوكس؟ طب بص حركات، في فرصة ان انا اديلك 1000 روبوكس بس تكسبني في التحدي اللي احنا نلعبه ده، ماشي؟ تمام تمام موافق، يلا بينا. اوكي يا علوي هو ده التحدي بتاعنا. زي ما انتوا شايفين الجدة او الست الشريرة دي حبسانا في المطبخ واللي بيشكل اكل بتاع علوي هتموته زي ما انتوا شايفين. بصوا ماسكة ايه؟ اوكي خلينا هارد ايزي انسين. خلينا انسين جنان يعني لو نلعبها بطريقه جنونيه يعني اللعبه تكون صعبه جدا. يا راكب علي. اوكي خلينا نروح على طول انسين بسرعه. الو حاسس ان هي عايزه ارض 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 احسن يعني عشان يعني اصعب حاجه دي تكون متعبه جدا. وات احنا طول كده ليه؟ خد حركات الحق. انا مالي مش ولا مش بايت مش طويله. ايه ده قصدك ايه بالطويله دي؟ انا مش بايت مش طويله مش ولا انا لو وقعت في الموزه. انت ايه اللي موديك عند الموزه؟ وات وقعنا في الموزه. ثانيه ثانيه اللي هو الجده دي. اوكي حركات. ايه ده اللي بيلعب في ريال مدريد ده جاي يقول لنا حركات؟ اسمه سي ار 7 كريستيانو رونالدو. اوكي بص على علوية الجدة الشريرة خلينا نكلمها. اوكي ده طبعا يا علوية تقريبا لو مسكتنا هنموت والله. دلوقتي بقى ايه بتقول ان هي وات حركات يا فرخة انت رحت تدوس على الزرار يا ابني ولا ما شفته؟ اوكي دلوقتي دخلنا عندها المطبخ. ازيك يا جدة؟ جدة انت ليه بتعملي لنا اكل شريرة جدا؟ هو ايه اللي حصل؟ علوية انا مش عارف ايه اللي حصل. بتقول ان هي طبعا مشغولة بتعمل اكل وكده ماليش دعوة. خلينا انا افتح ده وهربت على حركات بسرعة وراي. وات واحنا فين؟ ايه ده علوية احنا وقعنا في مكان الزبالة اللي بترمي في الاكل. او ماي جاد بصوا الدبانة دي. اوكي خلينا ناخد التشيك بوينت. تعالى حركات تعالى الحق البنت اللي بتبقى لابسة الكتاب دي اللي بتلعب معانا كل مرة. تعالى حركات تعالى هنيجي من هنا كده علوية. وات في متفجرات. انتوا متخيلين ان احنا علوية دلوقتي في المطبخ؟ المطبخ بتاع الجدة الشريرة. طبعا يا علوية اللعبة دي لسه نازلة جديد لعبة روبلوكس. اوكي لازم تجربوها عشان اي لعبة لما بتبقى لسه نازلة جديد علوية بتبقى حماسية كده وممتعة وانتوا بتلعبوها. اوكي فخلينا نيجي هنا كده. يب الحقوا بيقول لنا نجمع 15 تفاحة. انا مجمع دلوقتي واحدة. انا مالي مش مجمع اتنين. ايه ده مجمع اتنين بجد؟ انا مش معايا غير واحدة بس علوية. معناها ان انا لازم اجمع بقية التفاح. اوكي وات انا وقعت. انا كنت برضه عديت المفروض ان انا كنت وقعت بس الحمد لله عديت. خلينا ناخد التشيك بوينت بعد كده نيجي هنا. يب عدينا. خلينا نيجي هنا كده. بص بقى علوية دلوقتي هنيجي هنا. يب عشان اوه دي جا ورايا يا نهار زبادي. طب هنعمل ايه دلوقتي علوية؟ اوكي بص وقفالي هنا. او ماي جاد بص شكلها عامل ازاي. طب علي عدينا مع السلامه جدا. تخينه جدا يا علوية ما بتقدرش وات بتيجي معانا لحد هنا. انتوا هولي امال في متفجرات متفجرات. تركيز تركيز تركيز. يب عدينا تشيك بوينت. اوكي احنا في التلاجه بتاعتها يا علوية. انتوا متخيلين التلاجه دي اللي بتجمع فيها ولو لمسنا الكرتون نموت تقريبا يعني لو لمسنا الكرتون نموت. التلاجه دي اللي بتجمع فيها كل الاكل المتجمد بتاعها. اوكي جدا شريره هي اللي عامله كده. وصلنا هنا تشيك بوينت. وصلنا بقى اللي هي عند البوتاجاز بقى والحاجات الحلوه اللي بيبقى فيها الاكل. بصوا في جزر وفي حاجات كتير. انا شايف حاجات كتير في الطبق اللي احنا فيه او في تشيك بوينت. سندوتشات وعليها متفجرات. تخيلوا ان انا بلعب كده اللعبه وبلعبها هارد مش بلعبها انسين. انت عاوز اختارها انسين اللي هو اصعب حاجه بس يعني قلت هتبقى صعبه جدا اللعبه وهتبقى بطريقه جنونيه يعني اسمها كده علوية. فالمفروض ان احنا نروح فين؟ الو اه نيجي هنا. في بيتزا بتيجي من هنا. احنا في الفرن طبعا. بص علوية احنا في الفرن بنستنى البيتزا اما تطلع من الفرن عشان نمشي من عليها. اوكي عدي بقى بسرعه بسرعه يب بسرعه.
او ماي جاد ابو علي ممكن روبوكس؟ والله حاضر والله حاضر اوزع عليكم كلكم روبوكس. ما ينفعش ده انا اديلك روبوكس والمتابعين ما ياخدوش روبوكس. كله هياخد كله هياخد. اوكي عدي يب عدينا. سندوتشات سريعه جدا. ايه ده؟ او الموز اللي هي حطاه حتى متفجرات. فتحنا 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 عدينا. المفروض ان احنا نيجي فين؟ نيجي هنا. قول له نط هنا هنا واطلع فوق اطلع فوق. دي ماسكه سكينه على ايه؟ ده ماسكه سطور مش سكينه. بسرعه بسرعه يب نط هنا. تركيز بقى بصوا تركيز عشان ناخد الموز. بسرعه حركات انا ماشي قوي. بسرعه 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 عديت. شفت على ايه؟ لما ركزنا من اول مره نعديها ايزي يا حبيبي. بسرعه ناخد التشيك بوينت. عدينا عدينا عدينا. ناخد التفاحه بعد كده نعدي تشيك بوينت ونيجي من هنا. اوه بسرعه بسرعه. وزع طبعا عليكم على اللواء روبوكس. على فكره وزعت عليكم روبوكس قبل كده تقريبا اكتر من 27000 روبوكس، وان شاء الله اوزع عليكم روبوكس برضو الفتره الجايه دي. اوكي كنت كل فيديو عليه بوزع عليكم 1000 روبوكس. فضلنا نوزع كده تقريبا بتاع 15 او 17. يا نهار زبادي تشيك بوينت. وات هو ايه اللي حصل؟ ما خدتش بالي. ثانيه ليتس جو. بسرعه 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 ابو علي. ايه السندوتشات دي؟ بتدينا جامب. اوكي يبقى معانا 7 تفاحات على اللواء. انا عاوزكم تنزلوا تكتبوا لي في الكومنتات بقى بعد ما تلعبوا اللعبه دي هيكون معاكم كام تفاحه بعد ما تقفلوها. طبعا بصوا على اللواء بتاع بيتحرك. يعني اللعبه علاقه ليها يعني ليها علاقه بالاكل، لان كل حاجه بصوا على اللواء عباره عن اكل وادوات للاكل. بصوا كل حاجه خاصه بالاكل. ناخد التشيك بوينت تفاح. اوكي بسرعه بسرعه بسرعه. تقريبا احنا خلاص مقربين نخلص، وللاسف ما جمعناش غير بس 8 تفاح. لو انزلوا اكتبوا لي في الكومنتات انتوا هيكون معاكم كام تفاحه. اوكي دلوقتي بقى ما هنقابل ايه؟ مش عارف. طب ده حركات على اللعبه كانت معلقه لو ايه ده؟ وات الجده الشريره دلوقتي بقت اقوى بكتير. دمها 1000. او ماي جاد بتحذف علينا تفاح. بسرعه 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 موتها. يا سلام عليك ابو علي الدوب راس فورتنايت. ليتس جو. كده نكون كسبنا التحدي. في تفاحه دلوقتي على احنا مجمعين 12 تفاحه. انا معايا 12 تفاحه. حركات انت معاك كام؟ ماشي 25. 25 انت هتكذب حركات 25 يوم اخرهم 15 اصلا. وات على الشماريخ. او ماي جاد محضر لنا اكل على بص اكل. الو بص الاكل يا ابو علي. الو اقعد على الكرسي حلو يا ابو علي. ازاي انا عايز اقعد ابص الاكل. او ماي جاد انت محضر الاكل ده لينا ولا صاحب اللعبه؟ بص على حاطط اكل وبتاع بس لما بنيجي نقعد على الكرسي. ايوه انظبطت اهو. ما ينفعش ناخد الاكل للاسف. وكده حركات نكون فنشنا اللعبه. بص على ايه ده السكيد بتاع فيروس اهو. طبعا اكيد في جامب وفي حاجات من دي. الو مش حاطط ولا ايه؟ اوكي ايه البوابه دي؟ دي هتنقلنا لمكان تاني. وكده على ايه نكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تنزلوا تعملوا لايك واشتركوا في القناه. نشوفكم الفيديو الجاي. لو عايز العب التحدي هيظهر قدامكم دلوقتي. هو ده التحدي. روح العبوه وجربوه وقولوا رايكم. ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتات ابعت لحركات ال1000 روبوكس ولا لا؟ ابني بقى تعبت شويه. لا حركات مش بعت لك اي حاجه.